الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحقيقة تراثنا العلمي حالة خاصة من تراثنا العربي والإسلامي بصفة عامة. حالة خاصة لأن المهتمين به يعدون على الأصابع، ولهذا لا يقتحم هذا المجال إلا المبادرون بإحياء هذا التراث وتنقيته ودراسته. والحمد لله في السنوات الأخيرة بدأت تتشكل معالم مدرسة متخصصة في تحقيق التراث، لأنه ظهرت دراسات يعني على الأقل منذ 10 سنوات يعني شرفت الدراسات التراثية بتخريج عدد من أبنائنا الدارسين، وأصبح على الممكن أن نقول الآن أنه بدأ ينتعش هذا المجال في بلادنا بعد فترة ركود طويلة كان تطول المدة بين إصدار عمل تراثي علمي وعمل آخر. عشان كده أنا سعيد لما بحضر مناقشة في هذا الوقت، فبقي علينا أن نتعامل مع هذا الموضوع بمنهجية وبطريقة علمية حتى ننصف هذا التراث. لا نستغرق فأن يكون التحقيق كله في المراجع الطبية مثلا، وأين التخصصات النادرة كالأبيض نادرة فقط لأننا لا نعرف عنها الكثير، لكنها كانت علوما رائجة ومنتشرة وقوية. كتاب الجبر هذا الكتاب العظيم أساس لعلم النفس، كتاب المناظر أساس لعلم البصريات، كتاب كتاب إلى آخره. فلهذا أنا سعيد بأنه يبقى معنا النهارده ابني العزيز أسامة، وهو حقيقة يعني في منزلة ابني العزيز. سبقه منذ أيام ابن آخر الابن العزيز الحسن، كان يعرض رسالة في علم البصريات. ميزة أسامة أنه ولد في مدرسة البحث العلمي أستاذي، كنت أعجب به في أسماء المحاضرات، ولمن لا يعلم خليته مره يقول محاضره بدلا مني، يعني جلست انا طالب في الصف الاول ووقف وهو يعطي محاضره في الاسترلاب. وكان الجميل في هذه المحاضره انه جاء ومعه النموذج، ولا النموذج يا مولانا؟ النموذج المدينه وقف كده يشرح. يا ريتك النهارده كده تستعرض في وقت قصير. معاك جهاز؟ معايا جهاز، ومعايا جهاز الربع التام كمان. عظيم في نص المقدمه كلهم في المعهد، ده نوع جديد من الرسائل ومناقشه الرسائل. بيبقى في عندنا اجهزه وبنعرض حاجات ما عندهمش هم داتا شو، ويبقى حتى الرسائل لها طعم عملي بعيدا عن الاستغراق في المشاكل أنواع التراث الأخرى دون ذكر يعني. جاءت هذه المقدمة على حساب ما كان يجب أن أبدأ به، وهو زميلي وهما زميلي. أنا بخاف أصل ده قاعد عايز يصطاد. لا في
سعيد دائما لانه انا بيبقى لي وجهه نظر في اختيار لجنه المناقشه. اولا اتي بمن احب، لازم شرط اساسي اكون بحب زملائي. الشرط الاخر ان يكونوا من عمالقه الاساتذه في التخصص، هذا لكي نضفي على المناقشه قيمه تكتسبها من قامة وقيمة لجنة المناقشة. فلما يكون معك في لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور مصطفى أستاذ الفلسفة وتاريخ العلوم صاحب التاج الفني، وهو طبعا من هو في هذا المجال، فأنت في نقطة إن شاء الله يأتي يوم وتبالي بها عندما تجد مؤلفات وتقرأ. يكون معايا عالم العلماء دكتور عبد الشافي عبادة الحائز على جائزة مبارك في الرياضيات، وبأن الموضوع في الرياضيات فأنا قلت له أعصر هذا الشاب عصرا عصرا. لكن بيني وبينك بقول لك رفقا يعني. فدكتور عبد الشافي عبادة أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة الأزهر وعميل هذه الكلية سابقا وزميل معنا في لجنة البحوث في لجنة القطاع قطاع العلوم الأساسية في المجلس الأعلى للجامعات، و يعني صاحب أكثر بحوث على مستوى العالم الإسلامي في التصنيف. لما ندخل كده التصنيف اسمه يا دكتور؟ معلش والله عشان انا بسجل ده للمعهد، لانه لازم نرتقي برساله المعهد حتى ولو كان هو. فدكتور عبد الشافي عباده والاثنان انا معهما اعضاء في مجمع اللغه العربيه، فحاجه كويسه يعني القمم اكيد طبعا. لكن ده ما لا ليس تهديدا وهكذا. انت رجل الوقت ورجل الساعه وصاحب الفرح، تتكلم براحتك واحنا سعداء بيك، بس ما تطولش علينا ان شاء الله. مش هنطول لانه خلال 10 دقائق كده فكره عامه عن الرساله بتاعتك ومكانتها وقيمتها والى اخره، واذا حبيت تورينا شيء وتوقع مني المقاطعه في اي لحظه، المقاطعة للاستمرار أو المقاطعة للروم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الواحد بيحس بالحماس لما دكاترة عظام زي حضراتكم بينشروا الواحد أو بيشرفوا على رسالة للواحد. الواحد بيحس طبعا هو قد إيه صغير وقد إيه لسه كتير جدا عشان يتعلم. حضرتك قلت على الدكتور مصطفى، طبعا الدكتور مصطفى له باع كبير، وحضرتك برضه ليك باع كبير في الكتب والمنشورات والكتب الخاصة بالحضارة الإسلامية والعلم ونظرية العلم في الحضارة الإسلامية. وطبعا الدكتور عبد الشافي غنيا عن التعريف، واحد من العلماء المعدودين في الرياضيات في مصر ومعروف عالميا وحائز على جائزة الدولة. فالواحد بيحس بالحماس ومش الخوف بقدر ما هو حماس، وبيدي الواحد يعني قلق قبل ما يتكلم ان ازاي الواحد هيقدر يقنع الاساتذه الكبار دول او يقدر يوصل لهم الفكره اللي هو عايز يقولها ببساطه وسلاسه، وهل هترضيهم ولا لا. فنبتدي ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تتقدم امه الا بمعرفه نقاط تفوقها وتميزها عن باقي الامم. وعلى مدار التاريخ الانساني كان لكل امه من الامم تقدم في فن من الفنون أو في علم من العلوم. ولكي تنهض الأمم يجب أن تعرف أي النقاط تميزت فيها وكيف كان هذا التميز وما هي الدوافع التي أدت إليه. وقد كان لهذه الأمة تاريخ ناصع وبخاصة في العلوم، فقد ظلت الحضارة الإسلامية لفترة طويلة حاضنة للعلوم ومطورة لها، ثم جرت سنن الأمم عليها فتقدم غيرها وتأخرت هي،
ولازم أن نعرف أن تعرف الأمة كيف الطريق للتقدم مرة أخرى، وتأخذ العبرة من تاريخها، ويعمل أبناؤها على إحياء هذا التاريخ المشرف. فكانت منا هذه المحاولة، وهي دراسة التراث العلمي ومحاولة إخراج النصوص العلمية لكي يستفيد بها القدر الكبير من الدارسين والباحثين. ولما نظرنا في الفنون والعلوم وجدنا أن علم الفلك في الحضارة الإسلامية كان له من البحث نصيب ومن الدراسة أولوية الترتيب، ووقفنا على أهمية هذا الفرع من العلوم، فوجدنا أنه لم يأخذ من دراسة المعاصرين حقه، وآثرنا أن نكشف عن جزء صغير من غوامضه، ولكننا وجدنا أن أقل جوانب علم الفلك دراسة هو الجانب المختص بالآلات الفلكية، والتي أبدع المسلمون في صناعتها والعمل بها، وأصبحت جزءا أصيلا مما يعرف لاحقا بعلم الميقات. وقد كان من أهم علماء الفلك في الحضارة الإسلامية الفلك الشهير ابن الشاطر الدمشقي، المتوفي سنة 777 هجريا، الذي اشتهر بإنجازاته في علم الهيئة. ولذا فإننا اخترنا أن ندرس نصا يتعامل مع الآلات الفلكية كتبه ابن الشاطر، فكان النص المعنون بالنفع العام في العمل بالربع التام. ورسالة ابن الشاطر هذه لها أهمية كبيرة، فهي توضح لنا التطور الحاصل في تاريخ العلوم على العموم وتاريخ الآلات الفلكية على وجه الخصوص، حيث كتب ابن الشاطر هذه الرسالة لبيان استخدام الآلة الجديدة التي ابتكرها ليستغني بها عن كافة الآلات الفلكية بزعمه، وسماها بالربع التام. يقول ابن الشاطر في مقدمة الرسالة: فإني أمعنت النظر في الآلات الفلكية الموصلة إلى معرفة الأوقات الشرعية، فوجدتها مع كثرتها ليس فيها ما يفي بجميع الأعمال الفلكية في كل عرض، ولا بد أن يداخلها الخلل في غالب الأعمال، وذلك من جهة تعسر تحقيق الوضع كالمبطقات، أو من جهة تحرك بعضها على بعض وكثرة تفاوت ما بين خطوطها وتزاحمها كالأسترلاب والشكازية والزرقالة وغالب الآلات، أو من جذب الخيط وتحريك الموري وتزاحم الخطوط كالأرباع المقنطرة والمجيبة ونحو ذلك. ورأيت أن بعضها يعصر بها غالب المطالب الفلكية، وبعضها لا يفي إلا بالقليل من ذلك، وبعضها مختص بعرض واحد، وبعضها مختص بعروض مفروضة، وبعضها يكون أعماله ظنية غير برهانية، وبعضها يأتي ببعض الأعمال بطرق مطولة خارجة عن الحد، وبعضها يعصر حمله ويقبح شكله كالآلة الشاملة. وكنت أود لو يسر الله بوضع آلة يخرج بها جميع الأعمال في جميع الآفاق بسهولة مقصد وقرب مأخذ ووضوح برهان، يستغنى برسومها عن الموري، فإن غالبا ما يقع الخلل من جهته. فوفق الله تعالى وله الحمد والمنة لاستنباط هذه الآلة التي سميتها بالربع التام لمواقيت الإسلام. ابن الشاطر في نقده للآلات الفلكية ينقد بعض الآلات الفلكية من جهة صعوبة صناعتها، أو من جهة شكلها، أو من جهة أنها تحتاج صعوبة في العمل. في عصر ابن الشاطر انتشر ما يعرف بعلم الميقات، وعلم الميقات هذا هو العلم الخاص بتحديد أوقات الصلوات واتجاه القبلة، وهو يعتبر تطبيق للفلك الكروي في التطبيقات الدينية أو الإسلامية. كان شكل الأسترلاب مثل هذا قبل زمن ابن الشاطر. طبعا كان أسترلاب يصنع من نحاس، ويحتاج لثقب وطرق، ويحتاج لصانعين محترفين، ولكن في عصر ابن الشاطر أدت الحاجة إلى استعمال الآلات الفلكية بكثرة إلى التسهيل أكثر في الصناعة، فاضطروا إلى وضع ما يعرف بالأرباع. فالأرباع صناعتها أسهل من الأسترلاب. الأرباع كما نرى هي عبارة عن ربع دائرة، ربع دائرة يكون عليه بعض الرسومات الخاصة، إما بحساب المثلثات وإما بتحديد الأعمال الفلكية المختلفة. وبدلا من الحفر والطرق والثقب الذي كان يصنع على الأسترلاب، كنا نستغني عن ذلك بوضع خيط مثل هذا فقط في أسهل طريقة ممكنة على الإطلاق. وكان يوجد ثقبين في هذا الجهاز لكي يؤخذ بهم الارتفاعات، وعندما يشير هذا الخيط إلى زاوية معينة
تؤخذ هذه الزاوية وتسمى زاوية الارتفاع، ويعمل بها باب المطالب الفلكية المختلفة كتحديد المواقيت والاتجاهات وغيرها. وقد قسمت هذه الرسالة قسمين، القسم الأول الدراسة التحليلية والقسم الثاني التحقيق. القسم الأول يتكون من 3 فصول. الفصل الأول ينقسم إلى مبحثين. المبحث الأول تحدثت عن علم الفلك في الحضارة الإسلامية، وكيف كانت النشأة، وكيف دخل علم الفلك إلى بلاط الخلفاء في بادئ الأمر، وكذلك تناولت علم الفلك والميقات في عصر المماليك، ولماذا انتشر بكثرة، وكيفية انتقاله إلى المدارس والمساجد وأهم علماء هذا العصر. المبحث الثاني تحدثت عن أهم الآلات الفلكية في العالم الإسلامي مع نبذة عن كل آلة، وقسمت الآلات تبعا لأنواعها مع رسم مبسط لها متى أمكن ذلك. وفي الفصل الثاني تناولت التعريف بابن الشاطر، أصله ونشأته وحياته ونسبه ووفاته، ثم شيوخه وتلاميذه ومن تأثر به، ثم مؤلفاته ومكانته العلمية وإسهاماته العلمية بوجه عام، ثم عن ابتكاره وتطويره للآلات الفلكية بوجه خاص، وكذلك عن موقفه العلمي والفلسفي. الفصل الثالث بينت منهج المؤلف في الكتاب وترتيبه ومضمونه ومصادره وأهميته، ثم تناولت الربع التام وهو الآلة موضوع الكتاب، ثم تحدثت عن المختصرات والآلات التي صنعت بناء على الكتاب، وتحدثت بعدها عن علم الفلك والرياضيات الواردة في الكتاب. والقسم الثاني ضمنته فصلين، الفصل الأول قمت بتحقيق عنوان الكتاب واسم المؤلف، ثم وصفت النسخ. شكرا يا أسامة. كان دائما يكلمني في التلفون كتاب الأسترولاب يعني، وكان في العصر العربي في ناس اشتهرت بهذا الاسم وبهذه الصناعة، وكان الأسترولاب ده من أجمل الهدايا التي يقدمها العلماء والصناع إلى الأمراء، وكانوا يقدمونها مصحوبة بأبيات من الشعر. فالعمل يعني كان في موضوع راقي وموضوع متقدم، وآن الأوان أن ينتهي الكلام المعسول وتقع بين فكين الدكتور عبد الشافي والدكتور مصطفى، قلنا في حقك ما ينبغي أن يقال. استعد بقى لإيه؟ لازم نقول ولكن. السلام على عباد الذي مصطفى وآخرهم النبي مصطفى رسول المجتمع سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني رسالة لا شك في موضوع يعني تحقيق التراث، والفلكيون العرب لهم شوق دائم التاريخ الإنساني، وعدلوا وقوموا أشياء كثيرة كانت معلومة من قديم، قوموها وعدلوها وأضافوا إليها وغيروا معالم بعد كثير من المعالم التي كانت موجودة وكانت مغلوطة قبل. الرسالة هي تحقيق كتاب أو رسالة معينة، رسالة ابن الشاطر في النفع العام في العمل بالتاريخ بالربع ولا بالربع التام للباحث أسامة فتحي إمام. الجهاز الراخز اللي يعني ماشي بالشجع كده يعني الربع التام وإمام وإلى الأمام ده. بلا شك ان الرساله فيها مجهود يعني طيب ورائع ويعني مفصل وكبير،
ولكن أي مجهود إنساني مهما كان لن يصل إلى الأمل. هناك بعض المأخذ الأول وهو أنك يعني بعض التواريخ كتبتها تواريخ هجرية فقط وبعضها تواريخ ميلادية فقط، وقليل جدا من يعني قرنت التاريخ الهجري مع التاريخ الميلادي. كنت أتمنى أن نكتب التاريخ الهجري ومعه التاريخ الميلادي، يكون هذا يعني هو الشائع في الرسالة كلها. كنت أتمنى ذلك حتى يعني لأن للأسف الشديد نحن الآن يمكن التاريخ الميلادي هو الطاغي، لما تقول تبدا بيساوي كلب هجري تجد عالم لا يوجد، فهناك نذر يسير من يستطيع ان يحدد التاريخ الهجري المقابل للتاريخ الميلادي. نتمنى ان يكتب ان يقترن التاريخ الهجري مع التاريخ الميلادي والتاريخ الميلادي مع التاريخ الهجري. انت كتبت في بعض يعني عدد قليل من المراجع يعني قرنت الاثنين مع بعض. كنت اتمنى ان يكون هذا شائعا في الرساله. المأخذ الثاني، حينما يعني حققت الرساله فكتبت بالارقام المغربيه، بينما الرساله مكتوبه على ما اذكر انها تكون بالارقام المشرقيه، الراجل كان في دمشق والمخطوطه مخطوطه الازهريه في الازهر والثانيه في دمشق. لا اعتقد، هل كانت مكتوبه بالمغربيه؟ لا، كانت مكتوبه بالمشرقيه. بس كتوحيد في الرساله كلها كتبت الارقام في الرساله كلها بالمغربيه. يعني انا كنت اتمنى يعني انت يعني ترتبط بتحقيق النص، لانك استخدمت يعني مثلا حساب الجمل مرتبط به في اذا كنت قد غيرت من المشرقي الى المغرب، فلماذا يعني اتخذت حساب الجمل؟ حساب الجمل اصعب بكثير جدا، ولابد ان تضع ابجد هوس حط في الكنبه سقف الكنبه يعني تبقى قدامك كده عشان تعرف الارقام المقابله. يعني هذه بعض المآخذ العامه على الفصول وعلى الرساله. يعني فيه بعض الاشياء بقى يعني التي يعني افصل فيها. مثلا في صفحة 16 في الفقرة الثانية السطر قبل الأخير كاتب الخليلي التي صنعها الخليلي، وفي أي وقت كان هذا الخليلي؟ يا خليلي أين؟ متى ولد ومتى مات؟ وانا عرفت بيه لاحقا فكنت المفروض بس على خلال ده كله كنت تذكر فيه بالتاريخ. بالظبط يعني هذا الخليل بالذات يعني يظهر خليت بانك وانا هذا الرقم. ثم تقول الفرق الشعبي، الفرق الشعبي في صفحه 22 13 الفرق الشعبي هو يعني فرق الشعب. انت ماشي على طول فرق الشعب يعني هل في فرق شعبي وفرق ملكي وفرق هو الفولك الارستقراطي ولا الفولك استرونومي او الفلك الشعبي المقصود به تطبيق المعارف الفلكيه اللي بيعرفها العامه الفلك العملي؟ لا، اللي بيعرفها العامه، اللي بيعرفها العامه بيعرفوا مثلا اماكن الشمس بالخبره المعايشه وليس بحساب او بعلم مؤصل يعني. تفصيل او بدون اساس علمي قوي، فلذلك سمي بالفلك الشعبي. زي مثلا
الناس في بعض الاماكن بتعرف اماكن مكان القبله عن طريق، في مصر مثلا يقول لك وقت العصر لو الشمس على ودنك اليمين مثلا يبقى انت اتجاه القبله، مثل هذا هو ما بيعرف بالفلك الشعبي يعني. بس يعني يعني صفحه 16 انا عرفته، وهي المعرفه الفلكيه التي يعرفها العامه نتيجه الخبره المعاشه وليست القائمه على الرصد والحساب. لو يعرفش يعني في صفحه 23 اسف 29 لا هو 23 صح 23 النظاره بتاعتي بتقرا غلط يعني معلش يعني. طبعا 23 في الفقره رقم 6 برضه هنا في السطر بيتكلم على الجيب الفصل الدائر. جيب فض الدائر جيب تمام السمت. ما هو فض الدائر؟ انا عرفته لاحقا ولكن عشان هنا هتكلم عليه بالتفصيل بعد كده، انا اشرت ليه مختصرا هنا بس عرفته لاحقا في 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 الرياضيات والفلك الوارد في الكتاب في صفحه. هذا خلي كلمة يعني ليه هنا تنويه. تمام. ما هو فض الدائر؟ يا ترى يعني في صفحة 44 وكوبرنيك ولا كوبرنيكوس ولا أنا احترت بين كوبرنيك وكوبرنيكوس ولكن اخترت كوبرنيك ل يعني الاعتماد على هذه الكلمة، هما في بعض الناس بترجمها كوبرنيك والآخرون يترجمونها كوبرنيكوس. تمام انا دورت في بعض المراجع وكده فلقيتها كوبرنيكوس فاخترتها، ممكن اغيرها كوبرنيكوس. يعني مجرد يعني تمام. ننتقل الى صفحه 78. السطر الاخير في ال كيف تقرا؟ يوم كم يوم كده؟ 365 ايه؟ 365 يوم ايوه و14 يعني جزء، هو ده النظام الستيني اللي كان معمول بيه في الحضاره الاسلاميه، يقرا 365 يوم وبعد كده 14 تقسم على 60 و32 تقسم على 60 اس 2 و31 تقسم على 60 اس 3، هذا النظام الستيني معمول بيه في الحضاره الاسلاميه. يعني برضه كانت تبقى عايزه تنويه هذه يعني. هو احنا بنستخدم دلوقتي النظام العشري، هما وقتها كانوا بيستخدموا اكتر نظام الستين. لو شرحت كده في صفحه 96 خطوط الاطوال خطوط العروض صفحه 96 تمام خطوط الاطوال وخطوط العروض كده اقرا كده من الكلام وحاول انك انت تقارنه بالصوره اللي قدامه. خطوط الاطوال هي الخطوط المستقيمه الموازيه لخط الطول المنقسم بها كل واحد من خطي وسط السماء وخط العرض الى 60 قسمه متساويه، ويكتب على خط العرض عدد تلك الاقسام وابتدئ عددها من طرف خط الطول، وتسمى تلك الاقسام اجزاء خط العرض الستينيه. هتعرف الصوره المقابله كده تبين لك كده هي هي الصورة أنا كاتب يعني خطوط الأطوال هي الموازية لخط الطول، فأنا ماشي على خطوط الأطوال الكتابة موازية لخط العرض، بس عشان أوضح إن دي خطوط الطول يعني الكتابة اللي في الرسمة قدام حضرتك هتلاقيها ماشية موازية لخط العرض عشان أوضح إن الخطوط المتقاطعة مع الكتابة هي خط الطول، وكذلك في العكس في خطوط العروض. بس يعني معكوسه العمليه معكوسه. ما انا لو عملتها موازيه ليها برضه مش هتتضح. فما كانش في حل غير ان انا اعمل اسهم او اعملها بالشكل ده. تعملها يعني كان احسن احسن انك تعملها اسهم. تمام. ده رايي انما انما كده كده فعلا يعني كانت معكوسه. فعلا انا فعلا يعني انك يعني معكوسه. يجي في صفحه 100 صفحه 100. ال
2019 يعني هنا دكتور 25 انا فاهم 25 و 14 خطوط الجيل خطوط الجيل تمام. طبعا لما نبص عمر يعني الواحد دلوقتي عارفين ان الجيل مكسور 0-1 تمام. انما هنا دكتور مبروك كانت بتقول هو مبروك في 60 يعني يعني هذا القيمه موجوده في 60 القيمه الحاليه موجوده في 60 لكن اذا استخدمت القيمه الحاليه كذا القيمه الحاليه طبعا ليست في القيمه الحاليه زي ما مضروبه في 60 ده مذكوره بعد كده في اكثر من ايه في مواضع في كل المواضع بعد كده يعني احنا عارفين الجيل جاي وبيقول تمام والى اخره ده يعني لما تسال اي طالب للاسف يعني طبعا هو مش هيبص للتفاصيل بيقول لما بتقول الجيب 24 و91% تمام هو بس في صوت 95 انا عرفت خط المشرق والمغرب وقلت العلاقه بين الاثنين وقلت ان احنا بنضرب في 60 في صفحه 95 يعني صفحه 95 في خط المشرق والمغرب عندما عرفته قلت ساين اكس وعامل ساين بالكابيتال مش سمول وبتساوي 60 في ساين اكس سمول فانا وضحت هذا في قبل ما اكتب 25 في صفحه 95 نرجع ل 98 مش 99 بقى 98 و99 والمعادلات اللي عندك يعني هل المعادلات اللي عندك كلها صحيحه؟ من ناحيه شوف المعادله بالتطبيق فيه ده في صفحه 93 ولا دي دي اف دي اف مضروبه في دي اي بيساوي تمام في علامه ضرب مش بالظبط لا دي مش علامه دي علامه قسمه تمام دي اف مقسومه على اي دي يعني ده السطر المعادله رقم واحد تمام المعادله رقم واحد وانا للاسف شديد ان هذا الخطا تكرر في صفحه 99 هو الخطا ده خطا ناتج من الوورد نفسه لان انا عامل معادلات اوتوماتيك فكل ما باجي بعمل ابديت بيعمل نفس المشكله لازم كل مره اعملها يدوي فده خطا من الوورد يعني ده اصلا مش مكتوب في النص الاصلي اللي انا كاتبه يعني ده خطا من الوورد لان المعادلات في الوورد تكتب اوتوماتيك تمام مش نص اصلي نص اصلي نص اصلي تمام ونص جميل يعني ايه؟ مش عاوز بقى طبعا مش عاوز لا لا ده للاسف يعني تتكرر في كل حاسب الورد بقى يعني ده تكرر اكثر مره يعني صفحه 99 بتكرر مرتين وبعد ذلك يعني ايضا في صفحه 102 ايضا 102 ده مره 2 3 4 مرات يعني تمام انا للاسف ما اكتشفتهاش غير بعد ما سلمت الرساله يعني ما اكتشفتش هذا الخطا غير بعد ما سلمت الرساله يعني انت على الاقل تقول لنا ان في خطا كل واحد في المقدمه يعني في لو واحد في المقدمه بس ننتقل الى الجداول بقى اللي انت يعني ذكرتها تمام الجداول في الرساله نفسها في الرساله نفسها في النص نفسه النص المحقق تمام في صفحة 154 تمام يعني انت هنا ذاكر سنوات هجرية ومقابلها سنوات الميلادية وهنا بتتكلم على جدول تعديل الزمان تعديل الزمان في سطر كده او كده سطر ما بين قوسين كده وبين خطين يعني ثقيلين في وسط السطر يعني اقرب الى نهايه اللي هو بتقول المحرم سنه 651 واللي فوقيها على طول 649 هكذا كتبها ابن الشوطر يعني انا اثبتت كما كتب غير 650 ما هو ما كتبش 650 في الرساله وحتى فوق 700 في اول 737 بعدها 39 نفس الحكايه وفي في اماكن اخرى نفس المشكلة هو أنا أثبتت الأرقام كما كتبها ابن الشاطر. بس أنت بتقول في بعض الأحيان أنت في المقدمة كده بتقول إن لما يكون فيه خطأ يعني في حساب أصححه وأحطه ما بين قوسين ما أنا بكتبه في الهامش بس ده في الحسابات أما ده مش حسابات ده جدول فأثبتته كما كتبه. طيب خلاص يعني هو كتب مثلا السطر الأول في السنة الميلادية 1649 1649 نعم ولكن هذا ليس السنة الميلادية اسمه تاريخ الاسكندر، تاريخ الاسكندر طب اللي بعديه 1400 هذا خطا كتابي حتى نهايه هذا الجدول، اما في باقي الجداول كلها بتبتدي ب 600، يعني ده خطا في الكتابه فعلا.
ايوه هو 600 1650 1651 52 1600 الصحيح 400 هنا خطأ خطأ مني ولا اما هو كاتب ابن الشاطر 1600 لا هو المقابل لتاريخ الهجره اللي هو 737 هجريه المقابل ليه ده مش تاريخ ميلادي عند ابن الشاطر لم يكن يعرف التاريخ الميلادي كان يعمل بما يسمى بتاريخ الاسكندر تاريخ الاسكندر بيبتدي سنه 312 قبل الميلاد فهو غالبيه العلماء في الحضاره الاسلاميه علماء الفلك كانوا يعملون بتاريخ الاسكندر اللي هو 312 قبل الميلاد مش تاريخ ميلادي بس المفروض يا سبع انك انت في التحقيق المفروض في تكوين النص تمام معظم المخطوطات النص عربي فانت بتحاول هل كل النسخ شكلت نفس الارقام هو الجداول اللي هي دي مذكوره في نسخه واحده اللي هو شركه الازهريه الازهريه بالظبط كده مش موجوده انت انا اتعلم فتصحح تمام يعني نص رياضي بقى تمام أنا عملت ده في رسالة بس كله تم تقويم الجداول يعني تحديدا سبتها زي ما هي كما كتبها ابن الشاطر تحديدا أما باقي النص بعلق كتير في الهوامش يعني فعلا يعني إذا هذا الجدول بالذات هو اللي فقط يعني الجداول اللي بعد كده 1600 هو الصحيح 1600 يعني أنا صالح يعني استوقف نظري 1600 ولد يعني ما تبقاش 1600 معلش هو تاريخ الإسكندر 312 قبل الميلاد هو مش تاريخ هجري زود على 600 زودت على 622 وبعد كده زود ايوه هي بعد كده جبت 1800 1400 1400 خطا يبقى 1600 خطا وبعدين بعد كده 1600 ماشي يبقى في حاجه يعني ايه يعني ما هياش مظبوطه يعني نفس الحكايه في صفحه 156 في سنه ساقطه ايضا اللي كما كتبها هو كتبها يعني 182 683 783 785 يعني اللي بعدها برضه 817 818 820 يعني وايضا في يعني انت ذكرت ان هكذا كتبها واحنا مصدقينك ثم نأتي إلى يعني أنت كتبت مجموعة من يعني كتبت فيها الحقيقة يعني في معلش في 267 في الإحالة في المعمول الثاني 267 أيوه العمود الثاني السطر الأخير السطر الأخير؟ أيوه العمود الثاني ميم اثنين نقطتين ميم ده كده مش 267 ده كده 267 200؟ أيوه 267 مسألة دي بالذات يعني يعني لاحظت اشمعنى دي مين باقي؟ انا بثبت الفروق بين النسخ فبشوف باقي النسخ كتبتها ازاي يعني. نعود الى يعني وضعت حقيقه عن مجموعه من ال يعني كام يعني 10 من 15 صفحه في المعادلات اللي انت اعتمدت عليها او اعتمدت المعادلات. إن لم تكن أمام هذه المعادلات يعني رسوم توضح فين الزوايا فين ال الكتاب يعني ال يعني أنا يعني مثلا الدلتا وإي وإلى آخره يعني أنا الأول المصطلحات كلها عرفتها قبل المعادلات في صفحتين نتعرف جميع المصطلحات اللي هو صفحة 298 و299 فعرفت جميع المصطلحات زائد ان انا في صفحه 108 في علم الفلك والرياضيات الوارده في الكتاب قمت بتعريف المصطلحات الوارده في الكتاب
وألحقت ذلك برسومات في صفحة 108 وما بعدها. يعني يا ريتك دول كانوا يكونوا قريبين من هذه المجموعة. أنا خفت أعمل ده في صلب الدراسة نفسها عشان ما تخرجش بره الهدف الرئيسي من الدراسة. يعني كنت يعني على الأقل توقن هذه على الأقل يبقى الواحد يستطيع أن يقابل ما بين ما هو ما هذه المعادلات وما يعني دقتها وصحتها وإلى آخره، لأن عشان أقعد بقى أنا متألم يمين وشمال وتبقى العملية بعد كده يعني كلها أمور شكلية. يعني مثلا في المرجع رقم 38 السيد صادق الحسيني الأشكوري. السيد صادق الحسيني الأشكوري 1381 هجري شمسي. ده التاريخ المستخدم في إيران، عندهم تاريخ يسمى الهجري شمسي. هما بيبتدوا بسنين الهجرة بس مش بيعدوا سنين قمرية، بيعدوا سنين شمسية، فبيتسمى تاريخ هجري شمسي في إيران يعني. طب وفي 30 30 ايوه ديفيد كينج فارس المخطوطات الأمامية محفوظة في دار الكتب المصرية ايوه القاهرة من 81 ل 86 ايه؟ تمام 86 وسكت المسكوت عنه ده يعني المفروض تصلح هنا الجديدة دي يعني مش معقولة ايه مش معقولة ايه يعني لسه ما وصلتش 86 جنيه يعني بس ده كان يعني كل ما لدي من تعليقات انما بلا شك كما قلت لك هذا هو جيد انما كما قلت هو مجهود انساني ما كان من محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا استاذ فاضل وانا محضر قد ايه عانى عشان يوصل الى هذه القضايا المخطوره. كان يجب معظم هذه الملاحظات كان ممكن انك انت تتداركها لو رجعت السنه كويس، لان كان عندك وقت تتابع بخصوص فان شاء الله قبل ان الى بس برضه ما قرصش عليك قوي يعني. بعد اللي نقرص بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير لأستاذنا الجليل الدكتور أحمد فؤاد باشا على تفضلك بدعوتي للمشاركة في مناقشة هذه الرسالة المهمة، وسعدت بأن أكون في رحاب العالم الجليل الأستاذ الدكتور عبد الشافي عبد، فشكرا جزيلا. والحقيقة أنا أحيي وأذكر بالفضل والتقدير جهد الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا في هذا الميدان الصعب الضروري، فهو باقتدار العالم ودقة المؤلف ووعي المؤرخ يحرص على تأسيس مدرسة إن شاء الله يعني تصبح مدرسة مباركة ومتسعة للكشف عن كنوز درسنا العلمي الإسلامي، وفي ذلك ما فيه من الكشف عن طبيعة الحضارة الإسلامية التي كانت في الصميم هي حضارة العلم، وإن كانت موجهة بالوحي الإلهي فكان هذا الوحي في الحقيقة دافعا إلى أن يزكي الإنسان عموم ملكاته وبالذات ملكة العقل والتدبر في الكون. الأمر المهم أيضا هو أننا في حاجة ماسة إلى استثارة همم
شبابنا في العالم العربي والإسلامي على اتساع بضرورة الأخذ بأسباب الحركة العلمية. لأن أنا عندما نتحدث عن هذه الفترة الزمنية التي تكلم العلم فيها العربية ما يزيد على 6 قرون، نجد أن الأمة الإسلامية في دوائرها المختلفة حتى وإن كانت الوحدة السياسية تفككت كانت هي الأمة الرائدة في مستوى العلم وفي الاقتصاد وفي أمور كثيرة من مناحي الحياة، فكانت هي قافلة الحضارة. والاقتران قائم وواضح قديما وحديثا بين نهضة العلم في المجتمعات وبين سيادة هذه المجتمعات وصدارتها بالنسبة لغيرها وتحررها من أن تكون أسيرة لحاجات أو متطلبات غيرها من الدول أكثر قوة وسطوة. فالقوة والسلطان هي في الحقيقة قوة العلم قديما وحديثا. الاهتمام بهذا الموضوع طبعا هذا لا يعني أن احنا بنهون من شأن جوانب التراث الإسلامي الأخرى في الأدب وفي الفن وفي العلوم النظرية، لكن هذا الجانب الحقيقة جانب يحتاج إلى عناية خاصة جدا. والحقيقة أستاذنا الدكتور أحمد بيتابع بنجاح مسيرة عظيمة بدأت في عام 1908 مع إنشاء الجامعة المصرية واستخدام مجموعة من كبار علماء العالم في ذلك الوقت، وأذكر هذا بمناسبة علم الفلك، استخدم العالم الإيطالي كارلو ألفونسو نالينو، وكان أول من أعطى دروس في الجامعة الأهلية سنة 1908 للدفعة الأولى من طلاب المصريين. كارلو ألفونسو نالينو هذا هو الذي حقق تحقيقا باهرا زيج البتاني ونشره وترجمه إلى الإيطالية. فهذا الرجل عندما عهد إليه بالتدريس دون تردد فكر أن تكون دروسه في العلم العربي، فألقى محاضرات في الجامعة باللغة العربية وهو قدير فيها، وطبعت هذه المحاضرات بعد ذلك في روما بعد أكثر من 20 عاما بعنوان علم الفلك وتاريخه عند العرب في القرون الوسطى. كنت أرجو أن ترجع إلى هذا الكتاب واحرص على أن تراه فيما بعد. هذه هي بداية أو أول الغيث بالنسبة لإصدارة الوعي المصري والعربي المعاصر بأهمية العلوم وتاريخها. وتوالت الجهود، وطبعا نحن نذكر كما أشار الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا إلى جهد العالم الجليل مصطفى مشرفة في نشرته لكتاب الجبر والمقابلة للخوارزمي والدكتور بعد كده محمد مرسي أحمد، وتتوالى هذه العملية. لكن الحقيقة هي لا تشهد ما تستحق من عناية متواصلة تنهض بها عصبة يعني تتحمل تكاليف هذا، لأن نحن لسنا هنا فقط مع غربة لغوية بالنسبة للغة العلم، ولغة العلم دائما هي لغة اصطلاحية، وإنما نحن مع صعوبة في التخصص. معظم العاملين في التراث ثقافتهم العلمية محدودة وأنا واحد منهم، فأنا بضاعتي فقيرة في الفلك وفي الرياضيات، ولهذا عذرا أن احنا سنركز على بعض الجوانب التاريخية التي جاءت في هذه الرسالة الخاصة بتاريخ العلم. كما أشار الأستاذ الدكتور عبد الشافي هذه الرسالة إن شاء الله ستطبع وتقرأ وتتم الإفادة منها، فأرجو أن تساعد القارئ على أن يفهم تباعا أولا بأول. عندما يأتي مثلا مصطلح في حاجة إلى توضيح أو بيان في هامش الصفحة تذكر تعريف بهذا المصطلح، والتعريف بالمصطلحات أهم من تعريف الأعلام، لأن الأعلام كتب التراث مليئة وسهل عليه. لكن المشكلة في معرفة دلالة المصطلحات العلمية التي ثابت في نصوص العلم العربي، كل علم على حال. فحاول أيضا أن يعني تهتم بهذا عندما تطبع رسالة إن شاء الله. الأمر المهم هو أن العلم العربي في مجموعة ومنها علم الفلك على سبيل الخصوص حلقة بسيطة مهمة جدا في تاريخ العلم العام، والحقيقة هو المقدمة التي كانت لابد منها أو من وجودها وحدوثها بالفعل لكي تقوم للعلم الأوروبي قائما. وأنت أشرت هنا إلى تأثير ابن الشاطر في كوبرنيكوس، وصحت اسم كوبرنيكوس لأنه يكتب يو اس. ف
فكتاب ابن الشاطر اللي هو نهاية السول والزيج الجديد بتاعه ورسائل أخرى في هذه الفترة المباركة من تاريخ العالم الإسلامي وفترة العصر المملوكي كانت القاهرة ودمشق المدينتين المعتبرتين قبلة الحضارة الإسلامية على المستوى العالمي. ظهر فيها ابن النفيس في نفس الفترة وترجم كتابه شرح تشريع القانون إلى الإيطالية من دمشق أيضا، وأدى هذا إلى ثورة في التشريع وفي الطب. فهذه الفترة فترة مهمة وكان العلم فيها بيصل إلى قمة من القمم وصولا إلى الفترة البائسة في العصر العثماني التي أغلق فيها آخر مرصد فلكي إسلامي كان يعمل فيه تقي الدين الدمشقي. وطبعا ده نتيجة للتعصب وحملة القاضي زادة شرق الإسلام في ذلك الوقت على العلم والعلماء، وأغلق المرصد وختمت صفحة الفلك الإسلامي في هذا الزمن في الوقت الذي أنشأ فيه أول مرصد في أوروبا. فهنا حضارة تتراجع بقوة وبعنف وحضارة تستأنف المسير. فالكشف عن تاريخ العلم العربي وعن دور هذا العلم بالفعل، لأن لو لم تترجم المؤلفات العربية إلى اللاتينية وغير اللاتينية لما قدر لهذا العلم أن يظهر كما ظهر عليه في كل فروع العلم دون استثناء، ومنها علم الفلك. وعلم الفلك وصل إلى درجة عالية جدا من التطور زمن المسلمين، وبالمناسبة من أوائل النصوص العلمية التي ترجمت من الحضارات القديمة الهندية والفارسية واليونانية كانت هي نصوص الفلك. الفلك ثم الرياضيات وبعدين الطب تلاها وتوالت بقية العلوم. فعلم الفلك له تاريخ مجيد في الحضارة الإسلامية، ومهم جدا أن احنا نجلي هذا الجانب من خلال طبعا لا الخطب ولا الكلام، وإنما من خلال نشر النصوص العلمية التي يظهر فيها علم صحيح، علم يفصل بين الفلك والتنجيم ويفصل بين العلم والخرافة ويحدد التمايز القائم بين الخبرة العادية زي الفلك الشعبي الدكتور عليه والخبرة العلمية القائمة على منهج ومتساهل هدف. فهذا أمر يعني مهم، ونحيي أستاذنا الدكتور أحمد ونحيي الباحث على حسن اختيار هذا الموضوع، خاصة وابن الشاطر أحد أعلام الفلك الكبار في العالم الإسلامي. الحقيقة الرسالة فيها حسنات كثيرة، منها حسن اختيار الموضوع، منها أيضا أخذ التحقيق بجدية والرجوع إلى النسخ المتاحة الممكنة الموجودة، لأن الكثيرين بيستعجلوا ويحقق إسنادا نسخة واحدة أو لا يفحص الفحص الكافي ويوازن بين النسخ. فالأستاذ أسامة بذل جهدا واضحا كشف عنه في الموازنة بين النسخ وبيان كل ما تتميز به نسخة من النسخ الموجودة، واستفاد منها جميعا مع اعتماد النسخة الأزهرية هي الأساس. فهذا منهج طيب في التحقيق. الأمر أيضا المهم أن هو يعني حاول وإن كان أسهب في هذا ويلزم الاختصار في أن يضع بالشاطر في مكانه العام بالنسبة لتاريخ الفلك الإسلامي. وطبعا ابن الشاطر يساعد الناظر في كتاباته على هذا لأنه كثيرا ما يذكر مصادره، وهذه ميزة وفضيلة في العالم أن هو استفاد ممن سبقوه، و لا يحرص الجميع على هذا، لكن ابن الشاطر يساعدنا على أن نعرف ما الجديد عنده وما الذي استفاده من غيره أو تأثر به. فالاهتمام بهذا سواء في المقدمة أو في المد بيكشف عن هذا كله. الحاجة أيضا المهمة أن ابن الشاطر هنا يظهر جهده في جدول تعديل الزمان أو مقابلة التواريخ العربية بالتواريخ القبطية والتاريخ الرومي الذي قلت عنه، لكن أنا يعني أريد أن أتأكد، مثلا محتاج إلى نوع من التحقيق أكثر، هل استخدم علماء الفلك المسلمين التاريخ الرومي ورجعوا إليه، أم التاريخ الميلادي الجولياني بتاع أغسطس اللي اتعرف من سنة 1 ميلادية اللي هو التاريخ الميلادي، لأن معظم المؤرخين والجغرافيين والفلكيين
لا يتحدثون عن تاريخ الاسكندر، انما يتحدثون عن تاريخ البلاد. بالنسبه للمقابلات ايضا من الكتب الجيده في هذا الاعتبار اللي بتساعدنا كتاب ابو الريحان البيروني اللي هو الاثار الباقيه عن القرون الخاليه. هو اهتم ايضا بمثل هذا، وهو سابق طبعا بكثير على عصر الشاطر وفي القرن الرابع الهجري وليس القرن الثامن. فيستحسن الرجوع الى هذه الاشياء. لكن انا الحقيقه ما اتمناه، وان كان يعني مساله يعني لن تكون صعبه عليك، انك انت في الاخر تهتم لا بالمعادلات وانما بملحق الاصطلاحات العلميه الوارده في الرساله، وتفرض لها عنايه خاصه بحيث ان كل مصطلح اما ان يشرح في مع وروده لاول مره في المتن ولا يتكرر بعد ذلك، او في الاخر يبقى في جدول كده بالمصطلحات مرتبه ترتيبا الفبائيا ويتشرح، لان في حاجات انا عن نفسي مش قادر اعرف الجيب المنكوز، المري او الموري، البرد جمع بريد وهو احد المقاييس ما نعرفش ده كان طوله قد ايه. الحاجات دي كلها عايزه ايضاح لكي يستفيد فعلا من يقرا في هذه الرساله. طبعا في ملاحظات عامه ارجو ان تتحملنا فيها، وهي كثير من الباحثين يعني يبذلوا جهد مضني في الرجوع الى عدد هائل جدا من المراجع، وهذه مساله ليست فضيله وليست ميزه وليست لها ضروره بل هي تضييع للوقت. يعني بنعرف نجد احيانا 100 مرجع في الاخر، هو يكتفى ب 10 15 يعني ال 100 دول زموي، لان كل مش مساله شافهم، كل ما يمكن الاستغناء عنه وحذفه يحذف. لان انا ارى ان اكثر من 50% من المراجع دي تسقطها تماما. يعني ارجع مثلا لكتابك اللي كان بيطلع بتشيل ساق كم صفحه كده ويبقى مصدر في رساله علميه او مرجع، او ارجع لمشروع العربيه الموصله، او ارجع للكتب العامه اللي بتتكلم عن العلم العربي كلام كده، يعني كل هذا غير مفيد ويعني تبديل للجهد والوقت والمال، ونكتفي بالمصادر والمراجع في اي رساله. وهنا يا اخي تبين ما الفرق بين الاثنين، لانها برضه بتتحلف كده دون تمييز. المصادر هي التي نبعت منها الافكار اللي انت بتقدمها. فانت عندك هنا المصادر هي كتب ابن الشاطر اساسا، سواء هذه الرساله المحققه او غيرها من الرسائل المتصله بها. هذه هي مصادر البحث. ثم يضاف اليها ايضا ما رجع اليه ابن الشاطر من عيون الفلك الاسلامي السابق عليه الاستفاده منها بالفعل. وغير كده لا توجد مصادر للدراسه، الباقي مراجع. والفرق بين المصدر والمرجع ان المرجع معين وكاشف ومحلل او مصوب لبعض الافكار اللي انت ممكن تتوقف عندها هنا، فالمرجع بيساعدك. المرجع ده قد يكون لتلاميذ ابن الشاطر او العلماء جاءوا من بعد او لمن يكتب في تاريخ علم الفلك، لان كثير من اللي كتبوا في تاريخ العلم الاسلامي كتاباتهم غير دقيقه وفيها قول، وساضرب لك امثله على هذا. مثلا لما نشوف نرجع مع بعض يا اخي مثلا للصفحه 43، برضه طريقه كتابه البيانات المصادر مهمه جدا عشان يعني الباحث بسرعه يصل الى لما تكتب كينيدي دكتور وبعدين جنبه دكتور عماد غانم ابن الشاطر منشورات جامعه حلب، انت حطيت اثنين مع بعض. هل الاثنين مؤلفين الكتاب مشترك تاليف مشترك؟ مشترك. وعاملين كتاب عن ابن الشاطر اسمه ابن الشاطر؟ طيب. وبعدين كاتب منشورات جامعه حلب؟ طيب. لما ترجع معاه بقى صفحه المراجع وكاتب 1976 صفحه 13، ارجع معايا بقى للصفحه 344. 344 لان ده مذكور هنا. الرقم 69. بس كندي وعماد غانم ابن الشاطر فلك العربي طيب. وبعد كده حاطط ايه بقى في نفس السطر؟ خد بالك محمد ابو العلا البنا مذكرات في علمي الهيئه والنقاط. يعني ايه؟ يعني. ها؟ ده 70 يعني ايه؟ يعني ده المرجع 70. طيب ما ينفعش كده يعني انا عاوز اعرف مين اللي الف الكتاب اللي عن ابن الشاطر؟
صفحة 44 الكتاب بتاع كوبرنيكوس اللي انت ترددت في عنوانه، هو اسمه ثورة الأفلاك. تمام. ترجمت العنوان اللي فيه ثورة الأفلاك بس. كاتب ثورات الأجواء. لا هو كاتب الأجواء السماوية. هي أصلاً الأجرام السماوية اتكتبت بالهمزة عندك، لكن هو الكتاب مستقر على أنه مترجم بعنوان ثورة الأفلاك. صفحة 45 يا أخي. في هنا كلمة ناقصة عشان المعنى يبقى مفهوم. السطر الثاني. جعلت كثيرا من العلماء. دفعت أو ألجأت كثيرا من العلماء وجعلت كثيرا من العلماء، كلمة ناقصة. بعد كده قد قرأت نشاط لكثير من العلماء أمثال البتاني والمقريطي. خد بالك مش معايا بقى. وابن رشد وابن الهيثم والنصير الطوسي وكمل لك. لازم تراعي السياق التاريخي. يعني أنت لما بتيجي تكتب تمشي بالترتيب الزماني. ما ينفعش أجيب حد في الأول حد في النص حد في الآخر وكله. وبعدين ابن رشد انت كاتبه هنا، خد بالك انت وانت بتقرا الملخص بتاعك قلت المتوفي سنة كذا، المتوفي لا تطلق الا على الله سبحانه وتعالى، دايما هو متوفى اسم مفعول وليس اسم فاعل. ها؟ خد بالك انت ما تغلطش غلطة كده. قلت ابن رشد اللي هو متوفى سنة 359، يعني ده خلينا في القرن الرابع، ابن رشد القرن السادس، في صحيحة 595 هجري. وبرضه كما لفت انتباهك استاذنا الدكتور عبد الشافي، مره تاريخ هجري ومره تاريخ ميلادي، واحد اما انك تكتبه هجري، وطبعا مستحسن يبقى الاثنين مع بعض، مستحسن الاثنين مع بعض. المشكله بتظهر ان السنه الهجريه ممكن يبقى مقابلها سنتين ميلاديه. ومال بقى سيدي بتعمل شرطه، بتعمل شرطه كده وتكتب السنتين، وده وارد طبعا. وبعدين ابن الهيثم، خد بالك بقى عشان تعرف ده موجود، متوفى سنه 430 هجريه. وهو صحته 1039 مش 1040. حسن هي صحته ان شاء الله تبقى 432 حسن. حققنا على اي حاجه هو يعني مكتوب في الكتب التاريخ دلوقتي في الجداد حسن 432 1042 مش 1039. تمام. عشان كده هذا العام هو الألفية الهجرية لحسن الهيثم. في بقى بعد إذنك يا أستاذنا في صفحة 46 في هنا كلام كبير أوي، عارف كلمة الكلام الكبير؟ تمام. أو كلام ساكت على رأي السودانيين. آخر سطر أنت كاتبه بآخر سطرين في صفحة 46، قلت وفي نظري ما فعله ابن الشاطر في هيئته الجديدة هي محاولة أخرى لإيجاد ميتافيزيقا إسلامية بديلة عن اليونانية. انت عارف يعني ايه كلمه ميتافيزيقا يا اخي؟ طب يا اسامه عارف معناها ايه؟ دي كلمه في الفلسفه من مصطلحات الفلسفه وليست مصطلحات اي علم اخر. عارف معناها ايه؟ هو حاول ابن الشاطر الخروج. لا انا بتكلم على كلمه ميتافيزيقا عشان ما انتهوش يعني. هو ما وراء العلم يعني الشيء الذي يؤدي الى العلم نفسه، الافكار التي تمام. يعني انا اقترح تحذف السطرين الاخيرين دول خالص دون تعليق، خليها لاسباب طبيعيه وليست لاسباب رياضيه وكفى. لان ده كلام انا ما فهمتوش، ما عرفتش ابن الشاطر عاوز يعمل ايه. ابن الشاطر عالم وليس فيلسوف، دي نمرة واحد. تمام. وانت بعد كده عامل جوه عنوان كاتب المنهج الفلسفي والعلم، هو ما عندوش منهج فلسفي، هو عنده منهج علمي. تمام. وما لوش رؤيه فلسفيه نعرفها، ربما كان ليه بس احنا ما شفناهاش. بالك انا اقصد الافكار التي ادت الى المنهج العلمي، اقصد ذلك. يا سيدي ليس تفضي افكار العلم مش افكار الفلسفه. تمام. في حاجه اسمها فلسفه العلم، ده مساله اخرى. يعني فرع من الثقافه البينيه بين الفلسفه والعلم. لكن لما اقول ميتافيزيقا اسلاميه، ميتافيزيقا اللي هي ما وراء الطبيعه وما بعد الطبيعه، يعني ايه عاوز يعمل ميتافيزيقا اسلاميه؟ كلام غير مفهوم. فما تربطش القارئ بيه. وبعدين تعالوا صفحه 47 الفقره الثانيه في السطر الثاني. قلت استطاع عن طريق الصدفه إعادة تقييم النشاط على صحيح. ليه عن طريق الصوت؟ الراجل كان ماشي قصة في النشاط. لا مش ماشي قصة، هو كان في مكتبة وكان طالب مخطوط. ده كلام مخطوط، ده كلام موثق في كتب تاريخ العلم. ده ما يتقالش عن طريق الصوت. ده اللي ما اكتشفش النشاط من علماء الفلك يبقى مقصر في تتبع تاريخه. تمام. هي دايما مش مسألة صدفة. أنا أقصد إنجازه في علم الهيئة يعني. هي اللي هو العلم الصوت عن طريق الصدفة دي تربك القارئ وما يفهمش في حاجة. مش فضل. يعمل صدفة. وبعدين في الاخر برضه في نهايه الفقره فمثلا كتاب نهايه السول في تصحيح الاصول تم تحقيقه على يد فيكتور
مش على يدي، تقول على يدي. ووليد واحنا يلا فيكتور روبرتس وترجمته الى الانجليزيه. شوف اتمنى وتم كتب ابن الشاطر لم يحقق منها الكثير، فمثلا كتاب تم تعقيبه العباره هنا انا مقطوعه لم يحقق منها الكثير اللهم الى كذا فيما عدا كتاب كذا عشان تبقى العباره ورا. تعالى الفقره الثالثه الاخيره في الصفحه شيل كلمه انه، بل هناك تطابق تمام ما بين ورد في كتاب كذا وكتاب كذا. كتاب ال 48 الصفحه اللي بعديها وانت بتشير الى مؤلفات ابن الشاطر الفلكيه. هنا عندك رقم 7 ايضاح المغير في العمل بربع المجير. انا هسالك سؤال، انت عناوين الكتب دي خدتها منين؟ من الشاطر نفسه ولا من كتابات عنه؟ لا من كتابات عنه، ما انا كاتب فوق على ما وجدنا في دراسه الباحثين كينيدي وعماد غير. طيب صحه هذا العنوان بقى كما كتب ابن الشاطر نفسه كتب واشار اليه اسمه كشف المغير في الحساب والربع المجلد. تمام. لا صحه ما هو في واحد تاني اسمه كشف المغير اللي هو لا هو ده مشاهد. هو ده اللي نفس اللي هو صاحب المغير في العمل بالربع المجلد، هو ده كتاب واحد وعنوانه صحيح كده كشف المغير في الحساب والربع المجلد. تعالى صفحه 49 برضو دي زي ما قال لك الاستاذ ابراهيم الشافي الحاجات دي انت شرحها صحيح فيما بعد، بس هنا بتيجي لاول مره بتقول ربع الشخازيه مش عارفين هي ايه اللي هيقرا كده يعني دايما ايراد تعريف للمصطلح او للكتاب او خليها تيجي مع اول ذكر ليه في اول مره ده يبقى. وبعدين رساله في العمل بربع المجيب بلا موري برضه انا مش عارف هو مره كتبتها بواو ومره من غير واو مكتوبه كده في الرساله كتير معناها ايه انا ما عرفتش معناها ما كنتش عارفها لغايه دلوقتي. بتبقى في الخطه دي بيبقى في قطعه صغيره كده بتتحرك عليها اسمها الموري اسمها الموري. طب نقول الكلام ده يا اخي عشان بس الناس تفهم اول باول. هات لنا صفحه 51 من فوق خالص برضه انت بتتكلم عن مؤلفات اخرى متنوعه. تمام. جدول لأرض شمال في معرفة الغاية. ده عنوان كتاب؟ بحث. ده صفحة من كتاب تقريبا. أنا ما فهمتش يعني إيه جدول لأرض شمال في معرفة الغاية؟ تمام. يعني عنوان مش واضح. عاوز تفتيح عشان الظبوط. تمام. وبعدين الذي يمثل في آخر الفقرة بقى هنا الذي يمثل ابن الشاطر أحد دعائم هذا العلم وأعلامه في العصر الموجود. طيب. هات لي بقى كمان يا اخي الكريم صفحة هي صفحات كده قليلة أخرى مع بعض صفحة 71 صفحة 70 برضه كلمة الصلابات مرة تكتب الكلمة بالسين ومرة بالصاد وحد الصياغة الرسم بتاع الكلمة هو احد انواع الاستنباط المحطوطه ضاد بدل صاد معرفش هي ايه خليها واحده بس الاستنباط بمناسبه الزرقاله هو دي بالنسبه للزرقاوي الزرقالي الفارس المعروف والزرقالي مسمي الاستنباط بتاعه ده مسميه الصحيفه وعرف في تاريخ علم الفلك اسمه صحيفه اصلا ولا صحيفه يعني ولا هو اسمها كده عشان حتى تبقى واضحه لان ربما يخطر في ذهن اللي بيقرا دول حاجتين هي الصحيفه فقط. هات لي 93 معلش 93 برضه دي مساله يعني انا وانت ان شاء الله هنهتم بتحقيقها. لان انت قايل ايه بقى؟ فوق خالص كان هذا العالم الاخر والذي يبدو ان ابن الشاطر تاثر به من القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي هو البوزجاني خد بالك ولاب الوفاء البوزجاني كتابا لا كتاب تمام له كتاب ومبتدا وخبر تمام ما تنصبهاش كده اسمه المجسطي وهو غير المجسطي المشهور لبطليموس وحتى انت مأكد انا الكلام وراجع عندك حد كده نائل منه طبعا عود عليه اللي هو اسمه علي موسى المجسطي ابو الوفاء. مين علي موسى ده؟ ده رساله دكتوراه محققه في باريس 7 على يد الدكتور رشدي رشيد. هو
عالم مسلم هيجي يألف كتاب ويسمي عنوانه التسمية اليونانية. مفيش ما يدفعه إلى هذا أبدا. لأن في مثلا عندك ابن أفلح الإشبيلي اللي في الأندلس نقد المجسط نقد عنيف وسماه إصلاح المجسط. بعد كده هنلاقي البطروجي عامل كتاب في نقد المجسط نقد عنيف سماه في علم الهيئة. وابن الهيثم قبل كده قال الشكوك على بطليموس، واخد بالك؟ لكن مفيش مؤلف هيجي يألف كتاب ويسميه تسمير بتاع رصة او بتاع جلال مصر، ما الذي يدفعه الى هذا؟ لكن ما الذي حدث بالفعل في تاريخ هذا العلم؟ ربما دي غابت عن حتى الحق الكتاب، ان البوزجاني له عرض مبسط لكتاب المجسط. هو تلخيص بارافريزنج للكتاب، وكثير من علماء المسلمين كانوا بيعملوا كده مع الكتب والاصول، يبتدي يعرضها ويلخصها. وفي ثنايا هذا العرض يبقى ليه آراءه الخاصه واجتهاداته وتعليقاته. فالبوزجاني عامل حاجه زي كده. لكن لان اذا ما صدقناش ده هو هيبقى احنا هنصدق حاجتين، وده مستقر في كتب تاريخ العلوم المعتبره زي سارتون وغيره، ان له شرح او تبسيط للمجسط هيبقى يكون عمل كده وعمل كتاب تاني سماه المجسط. دي حاجه مستغربه. فدي مساله عاوزه تاكد منها. ما نحلفهاش كده وخلاص. والذي انتفع به ابن الشاطر هو تلخيص المجسطي وليس كتاب المجسطي. اللي انتفع به ابن الشاطر بالفعل هو ما عرضه البوزجاني من رايه في فلك بطليموس. عندنا صفحه بعديها 94 وراها على طول. هات 117. هي طبعا رسالة لغتها جيدة وإن كان فيها بعض الهنات، إن شاء الله بديك النسخة بتاعتي بعد ما أخلص. صفحة 125. أيوه بداية التحقيق. بداية التحقيق. أنا بس يعني وأستاذنا يدرك أهمية هذا جيدا. الضبط. ضبط الكلمات بالنسبة للنصوص المحققة عشان تتقري القراءة صحيحة. واخد بالك؟ لأن عدم الضبط ممكن يعني يجعل الدلالة الغاصبة اللي بيقرأ. فمثلا لما نيجي نقول هو كان مؤقتا، يعني ايه بيحدد الأوقات، فحط شدة قول ايه القاف كسرة، يعني احنا هنعمل حاجات دي. واخد بالك؟ يعني الضبط ده مهم. بتستخدم انت لما تيجي تتكلم عن نفسك، وطبعا انت حر تختار اللي يعجبك. مره تتكلم بصيغه الجماعه تعظم نفسك، نحن حسن مبارك او نحن فلان الفلاني، نحن رئيس جمهوريه مصر، او تستخدم صيغه الموفر، والاثنين مقبولين في الكتاب. لكن ما ينفعش في سطرين ورا بعض تبقى مره جمع ومره موفر. اديك مثال كده. قلت قمنا بمقابله النسخ المعتمده في التحقيق على النسختين الاخريين، ها؟ مثبتا الفروق بين النسخ. مثبتين الفرق بين الناس. وبعدين في الاخر يقول وقد حددت طريقه التحقيق. حددنا او حددت اخترت صيغه واحده عشان كده ما تدلعش اللي بيقرا معانا. في بقى صفحه 130، وهي دي مشكله على فكره لغايه دلوقتي احنا لم نحسمها. الجماعه الاوروبيين حتى الان بيسموا الارقام اللي احنا بنكتبها كده الفرنجي اللي بتاع في المغرب بيسموها الارابيك نمبرز لغايه دلوقتي. فهذه الارقام العربيه اللي طلعت من العالم العربي والاوروبيين خدوها بيستخدموها. كان قبل كده في الارقام الهنديه اللي اتنقلت مع ترجمه كتب الحساب لاول مره. وبعدين فاحنا دلوقتي بقى في مشكله، هي الارقام العربيه اللي احنا بنكتبها في مصر ولا هي اللي بتتكتب في اوروبا؟ عشان نختار ونحسم المسائل. واذا كانت الارقام بتاع بره دي بتاعتنا هنا اصلا، فمواد الغضاضة فاحنا نرجع لها ونستخدمها. طبعا في الهند لغاية بكل الاستعمار الانجليزي، وفي ايران لغاية دلوقتي بيستخدموا العربي القديم، الارقام العربية القديمة مع تعديلات بسيطة في الستة وفي الاربعة وبعض الحاجات. لكن هي نفس الارقام العربية القديمة. فدي عاوزين انت كاتب هنا في نص الفقرة الثانية، الأولى هي حساب الجمل، الثانية الكتابة بالرموز المعروفة بالأرقام العربية وبين قوسين الهندية. انت دلوقتي حطيت بين قوسين يعني وحدتهم. هل الارقام العربيه الارقام الهنديه؟ لا بس انا قصدي يعني عشان الاختلاف اللي حضرتك قلت عليه ان احنا مش قادرين نحسمها. طب انا كمان مش قادر احسمها يعني. لا ما تحطش بين قوسين طيب؟ خليها ارقام عربيه وخليها عايمه كده.
تمام راح لناحي اللي يعجبه. هو الاثنين اصلهم عرب. الشرقيه والمغربيه اللي هي الغرب اخذها. وفي هنا حاجتين انه الاثنين العرب بيطوروا. يعني مثلا السفن ما كانش موجود عندنا. لا مش موجود. احنا عملنا السفن. في نفس الوقت اذا كان الغرب واحنا بنصدق حاجة الغرب يعترف بيها. لما يقول الغرب ان دي ارقام عربية. شوف مثلا يا اخي. خلينا كله على العربي. خلينا على الرقم صفحة 146 في الفصل الثاني. وانا بقول لك بقى على أهمية انك تشرح المصطلحات للناس الغلابة اللي زيي. فيما يحتاج الى تقديمه من المؤامرات وفيه 10 قواعد. انا فهمت كلمه المؤامرات دي المقصود بيها. تمام وانا حاولت ادور عليها في معناها اللي هو قاله ما عرفتش. ما تسيبهاش كده. تمام. اعمل هامش قول في اي حاجه. دور في كل معاجم اللغه والعلميه والاصطلاحيه وبتاع لعلك انت ما لقيتش معنى يتوافق مع المعنى. قول وما عرفتش. خلي بالك بقى في الصفحه اللي بعديها 147 147 القاعده الثالثه السطر الثاني في اوله. وكمل العمل بالمؤامره الى اخر الباب. ده مصطلح جواد عاوزين نعرف هو ايه؟ انا حاولت ادور عليه ما لقيتوش خالص. مش عارف حتى هو لغويا ماشيه ازاي مش عارف. وهل الكلمه مكتوبه في كل النسخ؟ اه مكتوبه في كل النسخ. هو طبعا يا ريت يا اخي الكريم وارجو ان المعهد يستنى هذه السنه الحسن المستقبله ان تتقدم مع النسخ اللي تناقش قبليها نسخه مخطوطه. ده هيساعدنا ويساعدك. المكان موجود. ايوه ما هو يعني احنا ممكن نقرا مع بعض وربنا يهدي حد فينا كده اللي الصواب فيها. لكن احنا بنتعامل مع اللي انت كاتبه. طيب هات لي 200 270 نفس الحكايه. ايه حاجات كانت محتاجه لتصديق لو عملت معظم المصطلحات في الاخر كده وربنا وفقك وانت شيء طيب. والحقيقه انا نشكر عليك. انا طبعا معجب بالرساله وبالجهد الطيب اللي بذل فيها وان شاء الله ربنا يوفقك انك تعمل حاجه ثانيه مهمه وتقدمها لنا بصوره احسن. ونتمنى لك دايما مستقبل باهر. وشكرا لك ولاستاذنا الجميل بتاع مطروح. شكرا جزيلا. بسيطة لكن في البحث العلمي المفروض نستوفي كل والعمل بتاعك بقى في نظام احتفظ بكل حاجة. يعني الاسكوبات وعايزين نقرب في الحاسب الآلي الكمبيوتر هذا الاسكوبات نعتبره تقريبا الجيل الأول. لأن عارف التكنولوجيا كلها بتمشي في أجيال. فكره تطور فكره حاجه ثانيه موبايلات. فالعرب يحمد لهم انهم عملوا كثيرا في صنع الجيل الاول. حتى زي ما قلنا مره قبل كده حاسو العرب القديم. فالعمل قيم من حيث الموضوع. العمل قيم من حيث التحقيق. كل هذه الملاحظات لا تقلل من ذلك الطباعه قبل ان واشوفها بنفسي واعتمدها في التصويب الرياضي والتصويب اللغوي والتصويب التاريخي. والحاجه اللي مش عارفينها من عمل والله ما عرفناش. في واحد تاني يفتح نظره
ولا انت. بس مش مطلوب منه نعرف كل حاجه. انت اجتهدت وتعبت ولم يضيعك الله. نشكر الاساتذه المشكوره في هذا ان شاء الله، وتتيح لنا الفرصه للمداوله اما ان نخرج واما ان تخرجوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الطالب المهندس، طيب كويس يا أخي الطالب المهندس، أسامة فتحي إمام، اجتمعت لجنة مشكلة من السادة أساتذة أحمد فؤاد باشا مشرفا، أستاذ الدكتور مصطفى ربيع عبدالغني عضوا، أستاذ الدكتور عبد الشافي أحمد عبادة عضوا، لمناقشة الدارس أسامة فتحي إمام في رسالة مقدمة منه لدي لدرجة الماجستير من المعهد قسم البحوث والدراسات تحقيق التراث، وموضوعها كتاب النفع العام في العمل بالربع التام لابن الشاطر تحقيق ودراسة. بعد مناقشة الدارس مناقشة عالمية دامت من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة تقريبا، خلت اللجنة، عشان كده احنا استأذنكم لأن من شروط أن تخلو اللجنة، تخلو يعني إن شاء الله، خلت اللجنة للمداولة وأصدرت توصية يمنح الدارس أسامة فتحي إمام درجة الماجستير في الدراسات والبحوث التراثية العربية قسم البحوث والدراسات قسم تحقيق التراث بتقدير ممتاز. يلا سامع فاضلكش. انا عايز بس الامور الصغيره ده مين؟ الصبر علينا ساعتين. يلا سامع مع الدكاتره عشان اسمعكم يا دكاتره معلش. معلش ارتاحوا. خليك يا سامع مع أنا عايز أتصور معاه ممكن؟ عينيا حبيبي. حبيبي حكي لي ربنا يخليك كده.